Hello everyone, it's me Asma and welcome to a new video. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أسماء ومرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم بإذن الله راح يكون موضوعه عن العلاقات، كيف تحسن علاقاتك أو تطورها، وكيف تخلي نفسك مرتاح في العلاقات اللي بانيها مع الناس الأخرى. نبدأ بأول نقطة وهي لا تتوقع أي شيء من أي أحد. مهما كانت علاقاتك مع الناس قوية ومهما درت فيهم الخير، ما تتوقعش انه راح يردوا لك هذا الخير. علاش؟ دير الخير لوجه الله، لانه مش كل الناس تقدر انها ترد لك خيرك، ولا مش كل الناس معترفة بالجميل. خلينا نقول، فاذا انت توقعت منهم موقف معين وهما ما داروش، انت في هذا الوقت راح تحس بالخذلان وتحس نفسك نفسيتك يعني بشكل عام نفسيتك مش حتكون مليحة. لهذا الشيء اعمل الخير لوجه الله، ومهما كانوا الناس طيبين معك ما تتوقع منهم والو. النقطة الثانية وهي خلي بينك وبين الناس حدود. كل علاقاتك مهما كانت ما عدا الأسرة والعائلة، هذه حاجة بينا الأسرة، خلينا نقول مش كل عائلة، خلي حدود بينك وبين الناس. مشي لازم قاع الناس يعرفوا حياتك، مشي قاع الناس يعرفوا مشاكلك، نقاط ضعفك، نقاط قوتك. هذا الشيء ما لازمش كل الناس انها تعرفه، لانه ببساطه انه انت يعطي تفاصيل كثير على حياتك لشخص اشخاص غير مناسبين، ببساطه يعني راح يستغلوا نقاط ضعفك ضدك، وحتولي نادم في هذا الشيء. فحط حدود، اعطي يعني سمعهم ولا اعطي لهم نظر عليك انت وشك حاب منهم انه يعرفوا. مش لازم يعرفوا كل شيء على حياتك، لازم يعرفوا انت فقط وشك حاب انهم يعرفوا. النقطة الرابعة والاخيرة هي انه لا تثق من اول موقف. مهما كانوا الناس طيبين، يعني اذا مريت تلاقيت مع انسان او انت في مرحلة تعارف مع انسان صديق مهما كان، مش حتثق فيه من اول موقف. يعني يتصرف معك بشكل جيد في المرة، يعني خلاص موثوق تعطيك تفاصيل حياتك اكملها. لا، لازم تعيش تجارب معه ومع هذا الانسان، تشوف مواقف وتشوف كيفاش يتعامل مع الناس، شوف اذا شخصيته تناسب شخصيتك بحد ذاتها، يعني تستيكي كيما نقولوا، شوف يفهمه وسي انه تبني ثقة شوي بشوي. ما تخليش الثقة من أول يوم، من أول لقاء، من أول موقف. يعني هذا الشيء راح يشارك بالخذلان إذا درتها في علاقاتك مع الناس. يعني ببساطة مش كل الناس راح تقف معك في كل مواقف، ممكن صدفة أنه الموقف الأول كان جيد خلينا نقوله، ولكن لازم أنك تعيش تجارب أكثر أو تعيش مواقف أكثر لحتى تتأكد من الشخص أنه يكون صديق موثوق، وتخلي علاقتك قوية معه وتثق فيه. وهكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم ما تنسوش ديروا لايك، سبسكرايب، كومنت. Goodbye. السلام عليكم.